محترم السيد الرئيس، نسائلكم عن المعايير المعتمدة بالنسبة للمنح الخاصة بطلبة الدكتوراه. عندنا حالة خاصة ولكن هي حالة يعني تتعلق بمجموعة من الطلبة داخل هذا الوطن. طالب تحول إلى متسول في الشوارع وأروقة مراكش بفعل غياب شفافية في المعايير وعدم وضوحها. كنطالبكم السيد الوزير كما طلبنا من رئيس الجامعة ديال القاضي عياض وما جاوبنا ولا سقرانا بالحسانية، وهذا استخفاف بالمؤسسة الدستورية وماشي غير هو وحده، شحال من المسؤولين كيحتقرونا وما يجاوبونا. وهذه كنوجه لك السيد الرئيس ورئيس مجلس النواب، ردوا القيمة للنواب وردوا القيمة للبرلمان. راه لا يعقل أن برلماني يتصل ويرسل ميساج ولا يجيبه أي مسؤول. سيدي قلنا كاع يعملوا يسبنا، ولكن يجب أن يجيبنا. فهذه الحالة الله يجازيك بخير، تسائلكم وتسائلنا جميعا. شكرا.